تراكات. والله المفروض انك تطلع اخوك من الشريك ذا. هذا مو بشريك ذا. بس عندي انت سامع معك فلوس عطر اخوك انت يا عادل. انا مسميه في الجوال الغالي الله يرزقني به. استاهل يعني ابو لاينك. عادل سوي حفلة. تم بتسوي حفلة بإذن الله. وين بتسويها؟ بالرياض. ايه احسنت. بيض الله وجهك. وجهك. يا اخي اي مشهور يا اخي حتى لو انك وين يا اخي سوي حفلك في الرياض يا اخي. انزل اقرب العالم كله. متى يا حتومي؟ بيكون بالاجازة هذا بين الترمين. يعني متى؟ بعد شهر ونص حول. عازم مراهقين انت ليش؟ بعيد الله يخرب بيتك. بعيد انا عاد تكون فاضي ما عاد تفرق. لك طويل عمر يا حاتم 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 حاتم. سم. بسم الله عدوك. لك يا طول عمر السلامة من براند فندر ومن براند هات. من براند فندر مرش شو اسمه مفارش ايتام. الله لا يوفقك. حلال ايتام طلق من كل ايتام. يوزع على كل الموجودين الله يبين لك. الله يقول يطول طال عمره. انا تم بس استاذن من عادل اعطني نص اعطني نسبة. لا عادل بن عم ما عليه. ايه عادل انا باخذ منك العطور ببيعها بسوي اتفاقية. الشبكة يا سلطان الله يرحم والدينك. عدل الشبكة يا سلطان. سلطان انا تعذبت من ذا الشبكه تكفى يا سلطان. ربل 48 يا اخوان. حاتم ما شاء الله عليك علي الحرم تصرح يوتيوبر. سام تصرح يوتيوبر. صحيح يوتيوبر علي الحرم اللي صادق. والله اني افكر بالموضوع ترى. والغرفه عاد جاهزه. تم يخسي عزيز محمد علي الحرم من تسوق. على الصدق. ها عدلت الشبكه عندك؟ حاتم ما عندك بي سي؟ لا والله ما عندي لكن ليش لا ممكن مع الوقت. احسك راعي سوني انت بهات اول. والله ابو ملحيد والله كنت العب لعب مو بصح. اطلق كود عندك سبعة بدايتي بلاك اوبس. ايه اول شيء لعبته يا انت حق سوني. انا كود ثمانية ما اخذ ثالث على العالم بدون هياط علي الحرم اني صادق راكم له ينشده ثالث على العالم في السيرش. وجهال ايش انت من يوم قلت سيرش خلاص لعبت فورنايت خنز ويجيب التكاك ما يجلسون تلعبون. شوف بقول لك شيء يا اخي تلقاك قطعت السوني يوم جت فورتنايت انت قطعت. ايه نداري يعني. شوف احنا كنا بلاي ستيشن 2 جاء 3 انا ما شريت 3 شريت اكس بوكس. في ناس شروا اكس بوكس وناس شروا 3 اكس بوكس عشان ال لا اللي يدنا ما معنا فلوس ذيك الحين ما نقدر نشتريها. لا بدونها شريط اسمه او صادق نزلت الطارة فورزا فورزا فورزا. الله يا ولد انا كنت افت كود ثمانية فت كنت العب لعب. ايه ترى الجولة مستمرة يعني انا بفوز عليكم الحالي انت وشريكك يعني انا بفوز بمصدكم يا اثنين. عادل ترى اسمه شريكي يعني الحين انت شريكي اللي. حاتم حبيبي ولد عمه ولد عم كله واحد يا ولد. اسالك والله اني داري انك راعي سوني. اي بس والله يا ولد قبل اشتهر يمكن بسنه سنه ونص قطعت والله وارجع الحين لو رحت الديره العب شوي العب الشهر يا ولد. والله الشهر تقطع عن السوني عن الكوره عن انت بالله يا اخي انا احسك شبيك بالكوره اشوفك تلعب يا علي الحرم يا فت. وش تلعب؟ كرة صدق ولا فيفا؟ صدق العب جناح. يوت كيف تعدي انت بس تراك غبيه. اي يا ولد انا زي كنه عرفت تحس ثابت زي كنه ما ادري كيف ذا يستلم كوره كيف يمرر كيف. شفت لعب كنه؟ لا خلها بدون لعب كنه. شفت حركات كنه هيئه كنه؟ ايه كنه بس جناح. انت كنت معنا في الحساء لعبوا المشاهير مباراة لعبت معهم؟ لا ما في الخارج قصدي في الخارج. لا ما كنت في الخارج. في الخارج ايه والله بغى يلعبون الله يلعنهم. كان عندي شغل في الرياض ولازم اسري. انت تلعب وين وسط؟ انا العب محور. اسالك بالله اي والله كنت العب احمد حديد ارحبي يا امي ميرسي سافام امي احمد حديد يعني. طيب اسمع احنا لازم نطلع بعدين نرجع. يلا 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 يا معلم.
هذا ما خلص يا ابو حسان. ها؟ خلي يشيل الكول هذا ليه ما يشيل؟ حبيبي مسك امها الحمى. صديق وديك تعال تعال. الو اهلا اهلا شو احكامكم؟ يلا يلا حاتم قم نفذ يلا. لا بحاج بحكمكم انا سامحني راكان سامحني سمعتك قال قبل يطلع الحكم الاول يا طول العمر بو شاب 10 مرات فكر فكر من حركات المبزره ذي حركات احمد رحيم ايوه يلا يلا جماعه ركان على انك كنت موجود يا ركان معك فزنا عليهم الجوله الاولى بس والله بعجب عينك ابو محمد يا اخوان تكبس تكفون الجوله ذي لا تروح يبي جول تميه من غير شرق انا طالب في قلبي فيها دق وجيه تكبس دق وجهي يا ورع ادق وجهك وافرك وجهك تسمع ولا لا مو عشان كخ الكبير قاعد تلعب براسي يلا لا لا سلمان صعد تسمع ولا لا انا احترمتك بما فيه الكفايه ما صدقت على الله اطلع برا البيت تسمع ولا لا يا تافه علي الحرام لاجيك في الحسن افلمبك تسمع الاعلام انت الحين بالحصر الغامدي لا تطلع الاشكال التافه هذه على المجتمع انت في الحسن ركان الله الله لا اكتبوا لي كومنت ساطي يا اخوان بالرياض انت صح؟ انت في الحسن بهاج ولا وينك؟ لا لا في الكويت انت انت انتم من اهل الرياض صح؟ ايه من اهل الرياض لا عندنا مزارعنا وبيوتنا في الحسن في الوزيه بس استقراركم وينه؟ استقرارنا يا طول عمر ما عندنا استقرار حنا حنا ما احنا بمثلكم يا ابو محمد ما شاء الله تبارك الله الله يزودكم ان شاء الله مستقرين والخير واجد يلا لك الحمد والحلال واجد جعلها بزود الله يخرب بيتك مستقرين بالباطن ما عندنا ما شاء الله تبارك الله وخيط ما شاء الله تبارك الله عندهم مزارع بلح سنكم احنا مستقرين ها؟ عندكم بيت بالرياض عندكم مزارع بلح سنكم مستقرين ايش تبون؟ يا رجال خلها ربك مرهونة كلها مرهونة الله يجع كل مقص انت ليش تقول عندنا بيوت في لا فضيحة اخوك ذا والله ما بيوت الربع 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 بيوت الربع يقصد بيوت الربع الجماعة عوال عمي بيوتهم بيوتهم مجالسهم مجالسي صاحي ولا خبر بيض الله وجهك يا اخيك ايه هذا 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 الشيء اللي علمتك عليه انا بعدي 46 شخص الربع يا ودي اروح في المري يا عيال نبي نصفي ابي اسب ناصر الغامدي من اللي بيطرف لي انا بطرف لك تعال لي بس في جسد. اسمع خلني بس اخذ بياله شاهي زين بطرف لك بس بشرط بدون ذكره بدون ذكر اسمه يا ابو ملهي انا عندي شرط بطرف لي ناصر ما يفكك والله ما يفكك علي حرام ولا تفيد ادفع ادفع نص افكك ما تدفع انا ما افكك اعرف نظام هنا طيب امانه كم واحد قد دفعت له يا ابو محمد ابو ملهي انت مثلي يا ولد في وشو ليه قلت لي ذي؟ يعني قد جاك؟ إيه يا ولد هو ولد العالم العالم قامت تحتس يا ولد شايف حني بعلم ركان انت واجه بالله ذكرني علمك بواحد مشهور هنا تعرفونه ولد إيه. مزعني يا ولد مزعني الله يلا عن جده هذي حرام عاد انا طحت فيه عاد بالصدفة قلت ملعون والدين انت وش تبي يلا يلا عن جدك انا امزح معك شيك يعني حتى انه يوم رحنا هناك قال يا ولد ما في شيء يستحق ذا خلاص ادلف رح قال لا ما ادري وين الموضوع طلع يعني ايش فيه يعني انا بغيت اجيب لي يا اخوان انا طالبكم بهاج انا طالبكم طلبه لا خلصتوا من البث بهاج السالفه ذي وجه الوجه انت وياه ولا لا ادخل تويتر شوف الرياكشن ايه ايه قبلته وجه الوجه قال لا 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 سالفته سالفته ذي اول ما صارت وجه الوجه انت وياه لا البث بس. لا كنا فاتحين بث انت حالك والحالة ايه طيب والضباب ضحك طيك 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 جلسنا يومين انت يا مع بعض ولا هو فاتحين بث على باله في بثه معكم انت ولا لا احنا قست يا حبيبي زي ذا الحين انا وياك مع بعض ايه 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 طفيت انت البث دخلت طيك طيك دوف اشوف رسالة جيدني واتسلم واتشفي ذا أكيد شوف أنا بعلمك أكيد إنك ماسه في شيء يا بهاج ولا معطيه واحدة ولا
والله يا ابو اقسم بالله والله العظيم ثم الله العظيم يا الواحد ما يبغى تكبر عندك اعرفك انا والله يضح. ما عندك تنازلات انت الا ها يا اخي صل على محمد اي صلاه سلام اي كرام على في مليون العلم شنو هو يا ابو ملاي ها يا عمي روح انت يا رجال روح انت غترتك يا عمي روح يا كا 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 طلعنا بعدين تجي وتروح ايوه انا سويتها مع ناس واجد سويتها معك سويتها مع حاتم سويتها مع سلمان سويتها مع الوضع ايزي شوي يا ولد الرجال يقول جيتني سلامات حبيبي شنو في هذا الله يستر عليه بس انه هذا يتحسس انا ما ادري اشوف الرجال يتحسس انا ما داني لا ادخل معه قست ولا خاويه ولا اروح اجي معه انا أبقى بقول لك شيء الكومنت شفت لي تحسس حرك قبلك طيب انا بقول لك انت قد جاك انت قد جاك زي كذا اطرفهم يا اخوان منعنوا بالسؤال في الناس تفونه ها والله واجد بس انا ما ودي اتحاكى تدري ليه عارف سلمان بيهدفها على طول ايش قلت لك كان ذاك اليوم في الحسن والله انك اي صادق علي الحرام يا ري اقسم بالله اني قايله للرجال ذا اقسم بالله اني جالس انا وياه يزن ذاك الفندق زينه كنا تاكين في اللوبي ونسولف واللوبي انيس ونسولف في البذوذ وكذا اشوف ان اللوبي انيس ها اي والله علمتها انا قلت يا ولد علي الحرام حر دم يا سلمان اخوك انه يهدفها تمشي 5000 شوف قبيل الحمار يقول ابو محمد ايش رايك لو قلت كذا قال ايه هذه طاع لا ايش فيه لا دقيقه انت ليه يوم قال لك في الفندق ليه ايش طرى سلمان لهي عليك من هدفها سؤال نسولف انا وراكان ادري وش طرى وش الشيء اللي شفت ليه هدفها فيه انت ايه ليه دمك يدي انا عني احطها في ذم انك من النوعيه اللي يجيبها قطب شوي انت ترتبش ولا داش فيه ايه حرام انك صادق والله في هذه والله هذا عليه اشياء واجد بس هو من النوع اللي انبه ضميره بسرعه على طول يرجع ما فيه طيب الحكم حاتم الحكم الاول قبل ما أسأل أنا بحكمك يا مرحبا في ذمتي جميع راكان ملاهي بها تشرفنا لا مو بذا الحين الله يسعدك شكرا أسلم أجتي الحكم الأول زين تنزل في سنابك شكرا لك يا راكان بملهي على توثيقي في سناب شات وتحط قلبك اثق عمرك بعدين وثقني على الطلاق اني والله العظيم من اسمع شاب العطرات الكرام نفذ لا تقول وثق ما وثق نفذ قاعد بسحب الشهري منه بسحب اسمع الحكم الثاني تقطع سبحتك وتفل خرزها في حلقك حلو انت حار الحكم الثالث علمك انا وثق نفسك علمك انا علمك انا الحكم الثالث زين تروح صورتك ذيك اللي ورا وانت موثق ذي وتقطعها لا هذه من جمهوره يا اخي من جمهوره جايته يا اخي يا سلمان لا هي الحكم الاول اسلم تحط معك جوال ثاني لا علي الحرام طافي والله طيب اسمع الان في السناب هذا تطلع تصور وجهي الحين كابشر من هنا علي الحرام يا وجهك ذا الحين يسد النفس يجيني حضر سناب حكمي كيف يس وتقرب لين الحالي تطلع صورتي انا الحالي عقبها تحط ذيك روحي لا تحب نفسك يا ابو محمد لا يظهرني معك شرف لي يا ابو ملهي خلاص تحط لي انا وراكان بس وتحط عليك الاغنيه ذيك روحي يا عيني حاتم مش قصدك حاتم لا حاتم لا يطلع ما بيطلع يطلع كيف يا ولد خلاص اي صدق على الحرام من ابحك الحكم الثاني يا طويل العمر والبقى والسلامه القبوعه هذه كامله لفه 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 ما تطفي بثك انت تقول بطفي يا ختاميه ما تطفي البث وتحطها في فمك المده ساعه كامله وانت معي في البث ساكت انا اسولف واسولف وانت ساكت ما تصول ما لي شغل انا كيفي
الحكم الثالث تروح تتروج، الحين تطلع من الحوش. تم. الله يحرق. يلا نفذ. لا 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 بنفذ الحكم الاول. يلا يلا. روحي يا عيني والله ما انا تابعك. ارسل ارسل علي ارسل علي. اكتب روحي يا عيني في التيك توك. ما كيف في السناب وفي التيك توك تسوقها؟ عرفت هذيك اللي القلوب ذي. اي رو هذي في الصوت. ايوه ايوه حطها حطها. ارسلها لي انت ارسلها. طيب ارسلها لي يا ولد. ما جوالي ما هم معي رهين عنك. اطلع للحين الحكم الاول اطلع. كل سالحك هذا اللي انا بتعطيك. حط 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 لي انا وركان عرفتها كيف تقصها هذي تحط جنب بعض. شعره يجنن. ايوه 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 حطها حط شعره شعره يجنن. ايه حط دقيقه يلا شرفنا فيكم يا يلا هلا هلا. صور 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 بحاول نفذ نفذ يا حاتم. نفذ نفذ نزلت نزلت يلا واحد اثنين ثلاثة نفذ رقاق. تم والله تم. يا رب يوفقكم. خدمة يا ركان خدمة يا حتوب. مرحبا هلا هلا الله يسعدكم جميعا. عيال شوفوا لي سلمان اذا ما نفذ علموني. ايه بالحب صادمات وتلويع مهما صفى الجو تحلوى. والله لعب علي واحد ارسل لي بالسناب يقول يا ابو محمد والله اني جايب لك جدو. قلت اسلم مرحبا الله يحييك ملحظة صوتي. قال روح للدور الثالث بتعين سينما. كنت اسألك بالله. قال لي والله وروحت الله وابطيت وانا امشي. يوم جيت وعين لي مصري قال كذا معضل شو عندك هنا؟ قلت شي حبيبي كان الفيلم بدأ بسرعة. قال اي فيلم قاعد تتكلم عنه؟ قلت مشكلة ما عندي نت انقطع النت النت في الفندق واذا طلعت من الفندق انقطع النت. قلت ابي فيلم. قال اي فيلم؟ تشوف الساعة كم؟ اي اوكي الله يسعدك. قال وياك ان شاء الله. زين الزهراني اذا خلينا جدول عليه. هلا ابو زهرة. لا وليك. هلا محاج. والله ابو زهرة يا اخي كانك عرفت جبنة ابو ولد. ما فيها رسمة. بهاد يعني تبغى تدب. والله ما هي بدبة. وشي؟ والله ما هي بدبة بس صدق انت وجهك صغير. يا اخي بسكوت ابو ولد افضل من جبنة ابو ولد. والله العظيم. انا كذا احس انك بريء قليل بريء مرة. طقوع مصيف. ايش دنك طقوع مصيف؟ يوم شفتك يوم طع 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 يوم جيت في المعرض ذا كبرك. والله اني بغيت امسكك كذا. قلت تذكر يا ابوك التكواندو ذي بس تذكر رقابك؟ اي والله العظيم يا صغره ويا كثر بربرته صغير وكرتين. انا صغير. ايش دنك ذا كبرك؟ بهاشتك في 174 تكفى. 174 وين ابغى اوصل؟ انت وين كبير الحين السنابي؟ موجود في جدة. والله يا ولد يمكن 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 اني فيكم في جدة. متى؟ مباراة الاتحاد. متى هي؟ الاسبوع الجاي. في اي مكان؟ هي والنصر يا ولد. أمانة أنت تتابع كورة وتشجع ذا؟ أي والله تابع. صدق والله. أي والله. خسران الحين عشان كذا أنا مش عاوز أروح وينهزم الاتحاد. مشكلة. تشجع الاتحاد؟ إيه الاتحاد أي والله. صدق والله. إيش فيه؟ يعني أنت قد سكنت في جدة ولا أماكن ذي يومك شجع الاتحاد؟ ولا ما لها صلاح؟ والله يشوف أنا أخوك الـ 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 الحب ما يعرف الديار ولا يعرف الأماكن. الله
ولا يعرف ولا يعرف ولا يعرف اي شيء. الحب كذا يجي في القلب. انا احب الاتحاد دائما دائما. الشخص لاحب شيء يكون بعيد عنه يا اخي. ليه انت تحب احد بعيد عنك؟ انت تحب احد بعيد عنك؟ لا قصدي احب الهلال. انت هلالي؟ لا. وش تشجع طيب؟ ما اشجع شيء والله. انت ما تش... يا اخي طيب ولا تلعب كوره؟ ولا العب كوره ولا تلعب بلوت؟ لا بلوت خذ ولد. والله خذ ولد. والله يا اخي صدق يا ولد اتحدى اي واحد في البلوت. بس ما ادري يعني كيف انت عايش بدون ما تشجع كوره يا اخي. تعال والله يا بهاج الواحد لا له مجال رياضي غير الكوره يقرا مجالات البقيه. هذا اللي شفته في الناس. انت مجالك كاراتيه ها؟ كاراتيه. اي كاراتيه وبطينك ذا كبره ما يصلح. وانا اخو بهاج انت شايف واحد غيري صح تقول انه انا؟ والله العظيم لاني قصير يا بهاج ولا اني دب ولا اي بس انا انت ما انت شايف وقلت ان عبد الله انا وياك في الخارج تذكر؟ اذكر يا بهاج اذكر بس والله انا حاسس انك غلطان. ودي يعني تبي الصدق ودي والله تطور موهبتك هذه. والله شيك. وين اوصل يا بهاج اطورها وانا فيها يعني في المجال. انت تدري انا ما ادري والله في المجال اللي انت فيه. انا ما ادري. لا خلاص انا فول توب. شحنين شو حمان بهاج مضيع. انا داري اني مضيع. ماني بدب يا ولد يقوم طينك الكبر. بالله 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 يعني في المجال اللي انت فيه انت ادرى. ارحب جبر. جبر دقيقه دقيقه جبر وينك يا جبر؟ عندك عيفان. تعرف عيفان سويد؟ او نعم اسود نهنيه عرفته؟ والله اللي ونعم كان عندنا مقدم في شعر قم. اي بس انت النعم عندك كيف تعطيه الرجال؟ ها؟ النعم عندك؟ الرجال واضح يوضح من حجاجه. لا كان حجاجه رخم ولا حجاجه حر. بس النعم عندك يا عبد الله بن شداد كيف تعطي كيف الرجال في منظورك ونعم؟ لا شفته مع اخويه طيب ولا شفته مع ربعه طيب ولا شفته لا يسب ولا يطعن فلقفها. اعرف انه نعم ولا يلحق العار ولا يلحق الطعنه. النعم ما يعطى الرجال الا رجال سافرت معه. رجال خويته. رجال تعاملت معه في المال. المال هو اللي يبين معادن الرجال. نشهد. نا انت تعرف ان فلان ونعم وفلان مو هو نعم. اما طلق حجاج مع اخوياه كفو. هو مع اخوياه هم مع عبد الله بن شداد ومع بهاج. طيب الواحد على طبيعته بهاج مهما دار فيها زمن يرجع على طبيعته كانه رخمه مع اخوياه ولا مع اهله. طيب اسمع يا السنافي اسمع. ما قد غشتك هقوتك في شخص؟ ايه لا ما قد غشتك. لا يعني دايم هقوتك تصيب انت في الرجال. الحمد لله ما خاوي اي واحد يا بهاج. ما خاوي الا واحد اعرف انه رجال ولا ارخمه ما ماشي. هذه وجهه نظر لي انا. اشوف ان النعم ما يوزع. يعني انا ذكرت لك واحد نشهب قلت انت والله هو نعم مدري ويش. لا 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 لاني لو ما هو ابو نعم يا بهاج ما كان انت عرفته. بقول لك شيء. ها. تقدر تقول مدري ما اعرفه. ايه بس الحق ينقال صح ولا لا؟ لا الرجال هذا لا سمعت عنه كل علم زين وكل علم طيب. وش علمه؟ وش علمه؟
المهم اخوياه زين علمه طيب، ما قد سمعت احد يذمه ولا احد يسبه ولا احد يتكلم فيه. قد يعني له شايعه معروفه بين الرجال. هذه ما ادري عنها، لكن الحين لان نشتك الحين يا بهاج انا مثلا تعرفه انت بينك وبينه معرفه نشتك عنه. نعم رجال وعلمك. اسمع اول كلمه يا ونعم يا وزق وانت بكرامه والله يكرم السامعين. هذه اليوم يا ابو شداد جلسنا، والله جلسنا 4 ساعات انا وعبود وقعقودي 3 قعدنا نتجادل والله اني صادق على الموضوع هذا. وش اللي وصلت موله؟ كل بونا اتفقنا يعني لانهم طروا لي العيال شخص ما مهم مشهور ولا في الديره عندنا، قال يا بهاج فلان ونعم ولا مو ابو نعم؟ قلت انا ونعم. وانا خاطرك؟ لا خاطري ان ما 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 عينت من الرجال يعني لا منفعه ولا مضر، شفت؟ فنشبه ونحرم. خاطرك ما هي متكامله ونعم. لا ونعم. طيب فنشبه ونحري. قالوا عد فعله النعم، وش النعم عليه؟ قد خويته؟ قلت سمرت انا وياه. قال لا سافرت معه؟ قلت لا. قالوا طيب قد جلست في طالت بك الله يكفينا وياك المرض وعينته؟ قلت لا. قال طيب قد سلفت منه؟ قلت لا. قال طيب سلفته ورد لك وفاء يعني وفاء الدين؟ قلت لا. قال طيب وش النعم عليه؟ قلت يا رجل انت وش تبون توصلون له؟ كان يبيك تعلمنا. يوم انك تقول ونعم يوم كنت تقول لا والله يا حمده والله العظيم اني قعدت افكر فيها عاد قبل ارقد قعدت افكر في النقاش ذا. حلو طيب اسلم. قلت يا الربع اجودي ولا خويته؟ قال طيب انا لو سالتك دقيت عليك وسالتك سلام كيف الحال طيب الرجال خاطبا بنتي والشهاده كيف هاج؟ قلت ما اعرف. قال ليه طيب قبيل ما قلت ليه قبيل ما قلت ما اعرف؟ ترى يعني الحديث وانا رجل احب الحوارات اللي زي كذا. طيب حلو انا بجيك في المعلومات اللي انت قلتها واحده يا بحاج. طيب مثلا الرجال هو صدق ونعم، الرجال ونعم حلو ولا فيه عيب، لكن مره من المرات يا بحاج دقيت عليه قلت يا ولد انا احتاج لي دراهم معك؟ قال لا والله ما معي. هو فعلا ما معه. مره من المرات اخذ منك دراهم انت يا بهاج ودقيت عليه ولد عضي حقي سددني في حقي. قال والله العظيم ما معي. هو صدق ما معه. هذا يصير مع ابو نعم يا بهاج؟ لا شوف من موقف واحد ما تحكم انت على الرجال. من موقف واحد. طيب لا الدنيا دارت فيه ما يلقى ما يعوش عيالك وشو يتسلف مع الرجال ما معه يرد. طيب مو ابو نعم؟ لا مو ابو نعم. ها؟ لا مو ابو نعم. ليش مو؟ لان انت انا ما عندي استطاعة اني ارد لك يا ابو شداد. طيب انا بعلمك قبل أسلم. شوف اللي عند الله الله غفور رحيم مرحم فيك من والدتك. البلف اللي عند الناس والموت يا ابو شداد، خلي الذنوب اللي بيننا وبين ربي. يا ولد ما عليك تيسر، بس البلف حق الناس. انا بعلمك يا ابو شداد، بقول يا ابو شداد بعين عندك ريال، لكن ترى والله ما ادري انا ارده ولا ما ارده، علي من ميلة الوقت ميله. طيب تم يا بهاج جاك هاك. طيب خذيت يا بهاج سنة
ما رديت لي ذاك الرياض. دقيت عليك بهاج وين الدراهم اللي اعطيتك اياها؟ ما معك. ما زانت لي. وانت كفو ونعم لكن ما معك. طيب ما زانت، دق عليك بعدها بسنتين يا ولد دراهمي وينها؟ والله يا فلان ما زانت. طيب انا الحين ما قدرت ترجع لي حقي يا بحاج، هل اقدر اقول ان انت ما انت ابو نعم؟ لا، لاني انا علمتك قبل كل شيء. يا الربع شو جبر المداريه موجود ولا عفان؟ قولوا عن بهاج في شو اسمه في الموقع اللي انتم خابري. ما انتم برقود تعالوني، والله عندي لكم جدول يحبه قلوبكم، سوالف ونشيد وعلوم رجال. اسلم يا ابو شداد. ها وش تقول انت؟ من قال سالم؟ انا علمتك يا ابو شداد، انا قد علمتك اني انا مروس اردها لك. شوف بتردها، ما في رجال تسلف الا بيردها. لكن ظروف لكن بغطركم وبيعها وشريها، والله بعلوم واجد. اسلم يا ابو شداد، ايش تقول؟ من قال سالم؟ لكن الدنيا ما لها ما، والظروف تحد الرجال. حدتني ظروفي ولا قدرت ارد لك ترى. انا فيني، انا خاطري ياكلني، انا وجهي ياكلني، لكن ما قدرت يا اخي. منين؟ بواسع العذر، ما صفى الزمن وما صفى سنتين ثلاث، هذه كلها ما صفى. ما هو منين؟ ها منين؟ اجل ما اقدر اقول يا بهاج انه مو ابو نعم. الرجال يمكن يفزع مع جاره، يفزع مع ربعه، ما يقصر، تلقاه في كل الافراح، في كل الاحزان تلقاه سباق بالطيب، فهمت شلون؟ يكرم ضيفه لو بوش. يا السناهي لبيك. الله يلبيك، صبحك الله بالخير. زبدة العلم انك تسلفت لك من رجال وعلمته، قلت انا ماني مروس اردها، ولا ادري انا اردها ولا ما اردها، ما يلحق شيء. اما النعم فلا يعطى النعم الا رجال دار بينك وبينهم الزمن وعرفتهم. في نقطة بكلمك فيها بهاج، ما قف يا رجال، النقط واجد، لكن خلني اطفي المكيف واجيك دقيقة. هاي زين، يلا. يا ابوك في الجنة. ابوك انت رجال مربوطك واجد، صدقني منك يا ربي. ربك بهاج، انت خابت هقوتك في احد. والله خابك يا السلام. طيب يا ربع، في اليوم واحدنا مرسلنا غدا، جعل الله ذبيحة، جعل الله ربي يكثر خيرك. أنا التهمتها ولا أدري والله من نشت الرجال اللي جابها لنا، من ذي قوله ما أدري من، لكن جعل الله عان ربي يكثر خيرك ويجعل شيبانك في الجنة، ويجعل ربي يمد في حياتك. وعز الله العزيز انك اكرمتنا واهل الكويت شهادتي فيهم مجروح. وانا بقول لكم موضوع من ناحية الهدايا والتصوير ذي، الهدايا يا اخواننا شمع سلامتكم وشوفتكم. علي الطلاق بالثلاث ما قد زحمت لي على ديره ودورت فيها هديه، والرسول اللي يطيب مني واشرف مني قبل الهديه، لكن انا ماني رجال ما ودي اكلف على المسلمين، ولا ودي اني الهدايا دي يجي لها طاري عندي انا، لا في ديره ذي ولا في ديره، لان معرفتكم هي اطيب من الهدية. هم يبغونك تصورها، والله ما توقع من أهدى ما يرجي التصوير، وأنا ماني من النوع ذا اللي لجا هدية قام يصورها، لأنها ما تصلح. ما أنا أشوف أنها ما تصلح أني أصورها وأقول مدري ويش ومن ذا الكلام ومن ذا البربرة، ما هي بزينة أبدا. طيب نقفل الموضوع اللي بدينا فيه، نرجع في موضوع ثاني. هل بسألك زين، هل مقولة الرجفة زينة ولا ما هي بزينة؟ الرجفة الرجفة جفة الرجفة
هو جفا فعلا ولا مو جفا؟ لا والله جفا. جفا؟ نعم. حلو، ليه جفا؟ لأني أبو شداد أنا ما شريتها وجبتها إلا أبيك تقبلها، ولا جبتها إلا من محبة. حلو. وتجفاني وتردها ما هي بحلو، اقبلها مني يا أخو، أنت عندي أغلى منها. والله وجهك، اقبل هدايا محبينك ومتابعينك. انا قابلها، لكن انا اقول انا قد مرت من المرات مسافرين اللي يوم هرجني خوي قال يا ابو محمد كلمني وش اسمه كلمني واحد وقال يا ولد ابي ارسل البهاج هديه. حلو. يلا يوم علمني قلت انا ما يده يمكن يعرف نفسه هو الحين هنا ولما هو لاه شد لله النصام. في يوم علمني قلت انا ما يده جعل ربي يكثر خيره لكن لا 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 ترد عليه ولا تقول له شيء. يوم جاء اليوم الثاني اي والله يا ابو شدد ويكلمني قال يا ابو محمد انا منحرج. قلت يا رجال اصبر بس. في الليل طرنا طال عمرك لديرتنا. جلسنا في الديره يمكن 10 ايام. عقب 10 ايام الا رفيقي مقابلني وجايني كيف الحال طيب؟ قلت والله بخير. قال سم احنا في الباطن. قلت لي وش هذه؟ قال هذه الهدية اللي أنت ما بغيت تستقبلها في الديرة الفلانية وجت لي وصلت كني. كنت أسألك بما خلق. قال لي والله تالله يعني عن بديسك. قال تسلمني عليه كثير السلام وقل جعل ربي يكثر خيره ويرحم والدي. هذا طربان مني إلا تأخذه كذا ولا كذا تأخذه. بعدين الرجال تكلم. الرجال تكلم وانا للامانه يا بحاج انا اذني انا محب لك. حلو وشفتك في محل وانا والله اعزك واغليك واحبك فابنقز اطرف محل واخذ لك هديه شيء يعبر باللي في داخلي لك. ما ابغى من وراه شيء ولا ارتجي من وراه شيء مغير محبه. وجيت اقول لك سم يا بحاج هذا هديه مني لك. تقول والله انها ما تجيني. مثلا انت حلفت ولا لي فيك قدره الاستطاعة. قلت خلاص تمام ورجعت بالهديه معي والله انها بتحس في خاطري. شوف شعور العطاء شعور كفو انك تعطي زين زينه زيناه ترى هزين من شعور الاخذ. شفت لكن علي الطلاق بالثلاث اني لا جيت لي في ديره اجناب والكلام ذا يمكنه ضدي اني اقوله بس انا ماني انا رجع كفو اعلمك بالصدق ولا عندي فحد علي طلاقني لا جيت في ديره ما هي بديرتي وقالطن بين الرياجيل شويه وانا جالس بين الرياجيل الا يوم جتني الهديه وقفت عندي علي طلاقني لا شفتها ما تدري. لا مهما ست ما تدري الا يا ولد اشهد اني ود الأرض تاكلني ولا تجيني يا ولد الرجيل ترى فيها حمية على ديارها ترى ولا تجيني هدايا وامسك الكاميرا واصورها والله يكثر خيركم ولا يهينكم. ولد الديرة اللي انت فيها ترى فيها رجال وفيها ناس في اشتخل وكيف اشتخل خيال البلون اخوه زي اشتخل انت ما تفكر مثل ما انا افكر. صح تصب واحد له تفكير يا بهاج. انا انت يا بهاج يا ولد جاك هدية يا عبد الله بن شداد الهدية بينك وبين بهاج ما يحتاج ذولا كلهم يدرون تصورها والله لا يهينكم يا هل تديرها الفلانية على الهدية. هذا هو هدية رمز عطاء ومحبة. أنا ما جيت أعطيتك الهدية إلا ما علي ما بيك تصورها أهم شيء وصلتك أنت يا ذاتك خلاص ما علي. أنا معك بس فيه ناس يقولون لا أنا أصور الهدايا والله ليهينكم يا هل الديرة الفلانية. ما
هذول حديثين حديثين الهدايا ما عليك. هذا اللي واقف ضريبه يا بهاج. لا شوف انا بقول انا بالنسبه لي يا بهاج يا اخوي ما تصلح. التصوير هدايا. تصوير هدايا ما يصلح، وانا رجال ما داني الهدايا تدري ليه؟ ليه؟ الولد انت تملكني بجميل يا مهبوله. هذا هو والوالي لا ولد لا تمسكني دين عليك دين لا تمسكني يا ولد لا تمسكني يا اخوي يا ولد لا تعطيني لا تعطيني بسكوت ولا ما تعطيني اياه يا ولد يا ولد تقطع شبدي يا ولد يا ولد يا ولد فكري شر فكري شر هديتك يعني من لا تحط جميلا في بطني ما تدري وش هو الرجال يمكن بكره يجيك قال ولد ابغى حضورك لا ولا لا يبشر بالسعد في ذي يبشر بالسعد لكن انت الحين لجاك هديه من شخص ما تعرفه حلو ايش رايك شخص ما اعرفه ايه ما تعرف مقبوله وموفره مقبوله وموفره يعني تخليها وتروح ايه خلها له لان زي ما قلت رجال يملك بجميل يعني ولازم ترد الجميل زي حمدان ذا الأحمر لكن لا شفت الرجال حاله وهو مطلق ومره فأخذها فهمت شلون ولا أقطعه تواصل معه لين يجي وقت وأردها له إن شاء الله بالأفراح زي أنا مرة كنت في مسبح في الدوح مسبح كبير يزن زين زين المهم واسبح انا وخالي وقعقوري ومستانسين ولا صورنا عشان اخوي ما يجي اخوي كان معنا مسافر معنا الله الله ومعنا جيران لنا في نهاية المسبح يسبحون وحنا نسبح يمسينا وياهم بخير نستانسين واسوي نفسي سبيح الله الله وحنا مستانسين ليه؟ لان فرح اخوي راقد احنا يمكن الساعه هذه كزين سفره سفرتها في حياتي كانت في اسيا كاس اسيا في الدوحه المهم نسبح انا وخالي وقعقوري ونسبح ومعنا قصره مبسوطين والله مبسوطين يا اخوي اي والله ولين معنا قصره قصرانا يسبحون هناك يمكن على بعد 30 متر ولا 40 متر يسبحون مبسوطين وكلنا مبسوطين جعل الله ربي يمتعنا بالصحة والعافية المهم وغطس سنة وظهر وغطس وعاين في القصرة وعود اي والله لين المسبح كذا وفي فيور هناك وانا متجود في الجدر ما اعرف اسبح يوم قعدت شوي اسمع يقول يا بهاج اي أيوة والله يوم سمعت واحد قال بهاج وانا خابر انك صرانا ما يتكلمون عربي ما يعرفونك ايه الدرعه ترعى ايه خواجه ايه والله وغطس ثاني مره قلت الله لعنة الله لعنة رب انا ما داور 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 اي والله ابي يروح يا ولد شوي الا رجال يعاين فيني يا بهاج قلت في خاطري جعلك تموت ولمسكك أخنقك في البحر لين تموت تعال يا الله وتقارب منه كذا وتقارب منه وتقارب وأضرب بعيني كان عرفتني قلت لا والله يا أخوك ما عرفتك قال أنا حمدان قلت ولعنة يا حمدان أنت حمدان خوي في تويتر قال لي ترى اي والله علم لازم تشرب ذا العصير اي جايب عصير هو ويعطيني العصير واشرب انا وياه ويجي خالي ويجي قعقوري وناخذ العصير ونسولف شوي من ذا الكلام ذا البربره اي والله واقص كذا عايم في كسرانه الا كسرانه باقي موجودين قلت اقعد معنا قال والله اني تعبان توني جاي من الامارات بنام والله اني تعبان الله يستر عليك متلاحقين على خير
لا والله يا حمدان تكفى اجلس اجلس. قال لا والله والله العظيم اني بروح. احنا نقول كذا الله يستر عليك يا حمدان اجلس تكفى. قال والله اني بروح. راح حمدان اقفى اقفى ونجيك انت عاد احنا ثاني مره للمسبح ما يمدي ننزل المسبح. قال لك صرنا راح. اي والله وشوي اللي جاء اخوي بجبهته وجاء ولد عمي الكبير وجو ذي ارقد خلاص. والله العظيم شوي تخانقت انا وخالي كلها جت ممن من حمدان. حمدان الله يلعن حمدان. طيب اقصراكم عينتوا ولا ما عينتوا؟ والله راح مره. والله راح راح ان شاء الله تروح معي للدوحه انت باذن الله. باذن الله احنا ما نبغى الدوحه. تدري وين نبغى؟ وين؟ بعيد اندونيسيا ولا جورجيا؟ لا لا مش حلوه الدوحه. فيها كاس الخليج ابو حسن كاس العرب. بحاج والله اني ما قدرت اتحمل مشاهده مباراه 90 دقيقه. لا جيت اتابع مباراه تراني اتابعها شوط ولا نص الشوط وقفي. انت تصدق ان العمانيين بغى يضربوني؟ قول والله علي الحرم بغى يضربوني بغى يلعنون جدا. يكون حق العين ذا العين صح؟ اللي جاء فيها قدحات بين السعودية ومشجعين منتخب السعودية ومشجعين منتخب العين. أنت زهراني روح الله ينتقم منك. حسبي الله. أدرح شو ما يبحش ما أعرف هي ولا ما هي بهي معك من البور أحمر ما معك مبطل والله بس هذا هذا بيدمرني ده. الله يحرق كبتك لدرجة يعني اني مفهي. انت 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 العن من حمدان. حمدان اللي ذاك في ذمتك. والله انك العن منه. والله اني ما توقعت اني اوصل مرحلة حمدان. الله يلعنك. الله اخس بمراحل من حمدان. وين وين قصراكم طيب؟ الله يلعنك يا حمدان انت وعصيرك. ولد انت تهاوشت يعني نرجع في سياق السالفه. طيب تهاوشت بغوا يضربونك ليش؟ انا مباراه المنتخب السعودي وعمان في كاس اسيا. المهم اني انا نايم ونايم زين شبعان صحيت من النوم دقيت في الغداء لهنا. اي والله كنا انا وعيال عمي واخوي الكبير وكذا والعالم كلها موجوده. دقيت على أمي يا يوم كذا العال طيبين ترى أنا ننقطع 8 ساعات 9 ساعات لأن عندنا مباراة عندنا. قالت أمي يلا الله. قالت أمي الله ينصر السعودية. قلت اللهم أمين يلا مع السلامة. وقتها رايح الملعب صدق. إيه رايح الملعب. حلو تناتقنا كل بونا ركبنا الجيب وتليناها سلام. الشاهد الموضوع يا كحلان وصلنا الملعب. يوم وصلنا الملعب أنا مكاني ما أدري وين مكاني مقعد. إيه التذاكر مع فلاح. قال فلاح إحنا لازم نروح هنا ولازم إن نجلس هنا. قلت فلاح لا يا فلاح. قال يا ولد لا تنكبنا. فلاح يعني هو يحب السيدة مرة أنا ما أحب السيدة. لا تنكبنا ما أدري وين أجلس ما أدري من ذا الكلام. فلاح غير حمدان. لا فلاح هذا أخوي يعني لو تسبه أجي أدخل لك أنا مع الكاميرا. حمدان تقدر تسبه عايد. اوكي طيب نعم. جيت يا طويل العمر وبقى والسلامة. قول يا اجسينا اجسينا. قال فلاح اخوي يا ولد احنا بنجلس مقاعدنا لازم نجلس مقاعدنا. قلت انا خلاص اجلس انت في مقعدك انا بروح اجيب لكم فشفاش وبسكوت واجي. قال خلاص شوي وانا ما رحت اجيب فشفاش بسكوت شوية اطمر هنا واجلس قبل المباراة بساعتين. معند انت معند. لا ابي لي مكان زين. طيب واجلس ولا جلست جاني واحد قال قم ابشر واقوم واجلس هنا اقسم بالله يا عبد الله واجلس وانزل واجلس وانزل واجلس وانزل واجلس وانزل واجلس لين جلست لي في مكان. يوم جوني ايش اسمه جوني شباب. هلا والله كيف الحال طيبين الله يعافيك. قلت انا الله يسعدكم هذا مكانكم. طرحت نفسي سبحان الله سلمت نفسي. قال لا
ما اقصد كذا بس بيصور معك مقطع في التيك توك. قلت يا حليلكم من وين انتم؟ شوي قال انا طال عمرك من السعوديه وهذا من قطر وهذا من عيال عم سعودي. جلسنا صورنا المقطع يوم قعدنا شوي قلت انا ميدهم المكان هذا لمن؟ شو للشباب جايين؟ قال هذا مكان. قلت انا مكاني هنا. قال والله ما تكون اجلس. طيب انت اجلس ما في مشكله. شوي يوم طالعوا كذا اللي احنا اكثر من المنتخب احنا 13 اللي هو جاء فلاح الحين وجاء الشباب. ايه فلاح هذا اخوي طبعا له مقعدين مقعد لجبهته ومقعد له. هي جبهة كبيره مره احس يدمح. لا يدمحك بجبهته. أنا آسف يا فلاح كمل كمل. أقول هو يدمح. تعرف ما معنى كلمة يدمح؟ والله اللي يدمح قصتك ذي الولادية. ليه؟ يا أخي أنت أحمق. المهم يا طويل العمر بقول السلامة جلسنا. تافه كمل. جلسنا يا طويل العمر بقول السلامة. يوم جلسنا بدأت تبدأ المناوشات بينكم وبينهم. بدأت تبدأ شوي. طلعت أنا في الجمهور. يوم طلعت كذا للجمهور العماني الرابطة يلعن شكلهم ويعينون فيني. وحنا المباراة باقي ما بدأت يعينون فيني يقولون كذا. طبعا أنا أصفق وأصيح أنا والعيال هم شافونا. طيب يعني يقول ميدي كذا شوي يجي كذا شوي يجي اشياء. يوم طلعت انا صار فيه مشحنات صار نتخانق بيننا بين فلاح اخوي والعمي على بعض. لا صاروا يقولون يا ولد اقعد للعن ابو مدرسك. يا ولد خلوني على راحتي خلوني استانس. قال خالي انا معك لا تخاف استانس. قبت صار مناوشات طح 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 طح. سجل اول هدف. طيب عمان اقسم بالله يا ابو شداد يمكن 4 إلى 3 مدرجات فوقنا انهم نازلين 4 من نوك لين جو عندي. يقول ميدي كذا تنتظر الهوشه. اي والله انا يوم قالوه قال لا ليدي. طيب اي والله يعنون فيني يقولون كذا وناس جنبي. يقول ميدي كذا وناس يخلطوني يلعن القهر. اي والله اقول كذا انا اصد منهم ما بيهم يشوفوني. يلعن شكلك دور علي. حلو جت الدقائق 76 سعيد. جت الدقائق 76 ونسقعهم بالهدف التعادل. ارجع اسوي كذا. سويت وش اللي مريض انت؟ صقعناهم بالهدف. يوم صقعناهم بالهدف انا اللي اطير من المقعد. وأول شيء جيت الثلاثة اللي وراي اثرص. حنا أفلمنا فيهم. اثر الكاميرا جاب الثلاثة. تعادل 1-1. بس أنت يوم جيت أنا قلت وش جاتنا الكاميرا حقت البث. أها أي يدلك أنه فعلا حنا أطقطق عليهم. أنت الحين أطقطق عليهم ولا حرف وبالغطرة وغصب الهلال. ولد جلسنا 7 دقائق صكهم البليه بهدف الثاني ويجلدهم البليه بالثاني. يوم جلدهم البليه بالثاني وانا اطيح عليهم ولد الحذف الحذف وحركات ما زينه. واسكت يا كلب. وجد انتهت المباراه. يا اخي ما دائما ما يجي فيها مدة يد يا ابو محمد. الحب يعايط ترى حيب المطر. سمي ياك حلام. وش تقول ما يجي فيها مدة يد؟ وشن هي؟ ما تجي هوشات في المدرجات؟ والله شوف وانا اخوك تجي هوشات في المدرجات بس احنا تجي هوشات احنا. شوف يا عبودي احنا ناس محترمة. احنا نشجع بحدود كرة القدم. أنا مو ميدي لكم. أنا ميدي عن الناس الثانيين. يعني الحين ليش؟ شوف وأنا أخوك إذا أنت تشجع مثلاً الهلال وأنا أشجع الاتحاد وصار فيه قلة أدب تخطي تتأدب عشان كذا ما أشجعكم.
يا اخي مرض نفسي ليش؟ والله العظيم اني صادق امرض نفسي ليش؟ اقسم بالله انا بقول لك شيء، علي الحرام ان طلعنا من الملعب جلسنا يمكن ساعه ونص في حدود الخط، زحمه السعوديين واحتفالات وقروشه. طلعنا للفندق يمكن رقدنا يومين. حلو. بس يا اخي كان فيها اجواء جميله جدا، خاصه في سوق واقف. ولد هسترنا بهم يا ولد. تصدق تصدق يا ابا حاج اني ما قد طلعت من السعوديه. سوق واقف هذا والله اني ما اعرف. لا قطر ولا الامارات ولا ما قد طلعت. والله شوف يا ابو شداد، هذه احنا رحنا عشان كاس اسيا. الحمد لله رب العالمين يعني. فهاج والله العظيم ما ظنيت 1% انك رايح مباريات وراعي التعصب. والله رحنا نشجع السعودية. واجب حق واجب. والله حق واجب. كنا في سوق واقف وانا اخوك كان فيه احتفالية. سوق طال عمرك. زي حرج بن قاسم. لا لا لا. يعني هو سوق طال عمرك فيه كافيهات مطاعم، سوق شعبي معروف في الدوحة زي السمحانية. وش السمحانية؟ الدرعية. سوق يا سنافي. حلو، في كافيهات وذا. أوكي حلو. نفس القصرية في الحساء. أحسنت عزره، نفس القصرية بس السوق واقف أكبر شوي. فكنا نجتمع هناك، كل الدول تجي هناك جماهيرها. فكنت يعني انا هناك انا وعيال عمي والجمهور السعودي، وهناك جمهور عراقي، جمهور اردني، جمهور قطري، جمهور اماراتي، جمهور عماني. إيه كلنا نتجمع هناك، احنا نتجمع هناك. انا انسى شوف الشهرة وخريط سنابات، انا ما اصور سنابات، انا رايح احتفل. ولد احنا نطمر على الله يسعد، الله يسعد الجمهور السعودي. الحين متى كاس العالم؟ حمستني يا روح، متى هو؟ اخرب يا اخي يا زين يا ولد. كلنا الجمهور السعودي كلنا اخوان، كنا اخوان كلنا هناك. كلنا هناك اخوان احنا. ايه ما في انت من بيشه، انت اكلبي، انا زهراني، انت قحطاني، انت عمي. لا اصبر ما في. يا اخي تحس انه عيال عم، حتى شهره يا عيال. اسولف انا وياهم ما يعرفون شيء اسمه شهره، احنا صياح، احنا قاعدين نصيح. بهاج بهاج بتصور معك، تعال بهاج. وانت في يا سلام. والله ما فيه تصوير، والله ما فيه تصوير. فيه طال عمرك. نشجع نطقطق. شوف الجمهور السعودي جمهور انيس فعلا. والله العظيم كانوا كل الدول المشاركة في قطر ذاك الوقت يقولون يا رب ان السعودية توصل المراكز متقدمة عشان ما تروحون يا الشعب السعودي، عشان الجمهور، عشان الجمهور ما يروح. يا اخي هو فعلا ترى احنا فينا ان نسعد الناس يا اخي، فينا المرح شعب. شوف بقول لك والله العظيم اقسم، والله العظيم انا شعب مرح. والله يا ابو شداد اني ما اقولها، والله يشهد الله علي اني ما اقولها يعني مدحه لنا او غطرسه، لا والله، والله العظيم اني قابلت لي اكثر من شعب، والله العظيم اني يقولون ميدنا ان شاء الله انكم تروحون تتقدمون قدام في المراكز وفي المباريات لاجل ما تروحون الشعب السعودي تجلسون عندنا. يا اخي كان شعب راقي، شعب جميل، شعب روحه جميلة. والله العظيم حتى يوم نلعب ضد عمان طلع نحن وياهم نضحك. يا الله طلع نحن وياهم نضحك، طلع نحن وياهم. فينا ترى فينا التقدير، ترى نقدر سواء فوز أو خسارة نقدر أخصم. أنا معك، بس حتى في كأس العالم يوم طلعت السعودية من التصفيات اغلب الشعب رجع للسعوديه. يقول والله يا اخي كان لهم طعم. انا كنت اسولف مع ناس قطريين، وحتى يوم كاس العالم يوم طلعت السعوديه من التصفيات يقول اقسم بالله يا ولد، مع انه كاس عالم كل العالم جاي.
يقول فضت الدوح مع ان كان فيه تنظيم قوي يا اخي في كاس العالم اللي جاء في الدوح. كان كله هناك في قطر. من هو؟ الشعب السعودي عشان كاس العالم. ايه كان كلهم، كان يوم رحنا اذكر ارجع له يا سقا ابو حسن، احنا كيف مشت الدنيا؟ كم لنا؟ سنتين؟ كاس العالم في 2022. سنتين؟ 2025. أعوذ بالله. السنة الجاية، السنة القادمة كأس عالم صح؟ 2026. 2026 بيكون في المغرب وإسبانيا. نروح سوا بإذن الله. بإذن الله تعالى. وين؟ في إسبانيا. إيه في إسبانيا. ما يقول عندك. بقول لك شيء. بقول لك شيء، أنا رحت لإسبانيا. يا أبو شداد. أي والله يا أبو شداد. اسلوب يا شينهم يا شين اخلاقهم في ذمتك. اي ونشهد التعميم دائما لغه الجهلاء. شفت بس يمكن قابلت لي 30 اسباني كويس منهم اثنين بس. نعم 28 سيئين حقنا اللي قابلتهم في المطاعم واللي قابلتهم تاكسي واللي قابلتهم في المحلات التجاريه بشكل عام. اوف اقسم بالله يا رب سيئين مرة. الإسبان سيئين يخرب بيت. سيئين سيئين هم طبعهم سيء ولا سيئين احنا يعني معنا كسعوديين؟ والله شوفوا انا اخوك اخلاقهم سيئة نفسيات. اي تركيا. تركيا ما جيتها. انا 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 توي مطلع جواز سفر قلت بسافر تركيا. يا ود جاني ابوي قال اسمع تراك لا رحت تركيا تراك ما انت بولدي ليش بروح اتمشى. قال انت ما دريت انهم ياخذون السكاكين للعرب؟ ما دريت؟ ما شفت المقاطع في الجوالات؟ يا بعد قلبي هذا 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 واحد تلقاه سربوت ملحط سوى زي كذا البقية كويسين. قال لا لا عمك صالح راح لهم وكاتبين كتابات اخرجوا مدري ايش عشان اسعار ارتفعت عندهم. لا تروح تركيا مرة والله لا تروح. فشوف يمكن شوف مجموعة بسيطة تسيء لبلدة كاملة. الحين عندنا احنا يا سعوديين بحسب المقاطع اللي شفناها نتعامل التركيين مع السعوديين مو بكويس. سبت شخص احسنت. اي بسبت كم شخص سوى اشياء ما هي بزينه وانعكس عنها الصوره ذي. فهذه فيها نصيحه مبطنه. لا كلامك صحيح ان في شخص واحد يقدر يعكس الصوره سيئه. شوف روح لندن، لندن حلوه. بالباوند يتعاملون يا حاج. لكن انت اصلا بنروح سوا. ازهر التطقيم في وجهي اني لا اطقم لك اطقم فنانه يا بحاج. صيح خذها من عندي ولقد. بس انا اللي بقول لك ان يبيلها ترتيب ان حلو. ركبوا عطني خبر انا على خط النار. انا من الناس ترى يا ابو شداد مشكلتي يا اخي احمق لو سالتني تقول يا ابو محمد نبغى وش اسمه نبغى كم دفعت اقولك ما ادري. هذه حماقه عندك؟ نعم هذا حتى بعد احمق. تدري ليه؟ لان لازم يا ولد مشكلتي العمله ما عاد عرفتها يا ولد. شلون؟ يعني مثلا حنا يا ابو محمد تعشينا ب 50 باوند على سبيل المثال. كم تساوي يا ابو محمد سعودي؟ 7 ريال اتوقع صح؟ ايش ذا انت زهراني حقيقي الله يسعدك. لا ما اصلا زهراني بالعملات الله يطول عمرك. 13 لا 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 غايب يعلمك الحين يا 13 237 ريال. ها 237 الباوند الواحد؟ لا 50 باوند. ها
اها الباوند بكم؟ بأربعة صح؟ لا أربعة وخمسة وسبعين هذا الدولار بثلاثة وخمسة وسبعين الدولار. أنت تدري أن الكويتي أقوى من الباوند وأقوى من الدولار؟ في ذمتك منها غالية الكويت صدق والله. الكويت عندهم ريال زينة ولا وش؟ لا عندهم دينار بأربعتاشر 13 ايه اقوى من الريال بعد. يا وجه يا وجه يعني انت ما تنفع تمسك مدير رحلة دينار ايه الدينار يا راشد اقوى من الريال انا خابر دينار عشان الريال. يا وجه الله يعني الحين لو بغيت لي حمضيات اخذ بكم دينار بكم ريال؟ ما توقع بدينار توقع تاخذ بفلس؟ كيف فلس؟ الفلس زي الهلال اللي عندنا؟ الفلس طنينها زي الريال. اي فلس زي الهلال لا لا في فلس وفي ربع فلس الفلس زي الهلال. لا وانا اخوك سلامات زي الهلال مريض انت؟ الا الا الفلس الظهر زي الهلال. لا مستحيل. عشرة فلس ربع دينار مئة فلس ريال ترى يقولون الصرفية متقاربة يعني بس اللهم إيش عندهم الدينار هم مرتبة اللي هم يعني يشترون وده بالفلس. طيب 118 دينار شوش الله هذه بتطلع بلف شوي. ايه كم 118 دينار واربعمية وخمسين فلس 114 دينار. طيب المية فيها ألف لا فيها ألف وشوي إذا النبر بارش فيها ألف واربعمية تقريبا يعني طيب نعم كم حدود حدود ألف وسبعمية ألف وستمية ألف وسبعمية شفت كيف الحسبة أنتم متعشين بألف وسبعمية لا وجاب ألف ومية واربعتاش ألف ومية وثمنتاعش واربعة وخمسين هذه حق ايش طيب فندق فندق بألف وسبعمية ألف وسبعمية والله شو سبعمية تستجر لك في العليا ولا فيصلية عند البراج لا غير صحيح ها لا غير صحيح كلامك ليه في فندق بميتين وفي فندق بخمسة آلاف أشهد أنها غالية هذه الكويت لا أنا بغيت أروح للكويت تدري متى حفل خوينا إبراهيم عواد كان في الحفر وبغيت أطلع من وراي للكويت وقبل ما أروح للكويت أنشد عن الصرفية وما الصرفية قالوا ترى هي صح إن هي دينار صح عندنا غالي بس حنا نشتغل بالفلس وذا يعني هي متقاربة يعني لأن أنا شلون أفرق أقول حمضيات بكم تأخذون عندكم حنا عندنا بريال ونص احسب على الحمضيات بريال ونص بريالين ونص حنا عندنا فقال بعشرة فلس اتوقع فهمت شلون فحسبت يوم اني احسبها متقاربة هذا الايصال عندي كي دي 118 نقطة 450 يعني 450 هذه اتوقع انها فلس صح ابو حسن طيب 450 كم الفلس الله اكبر على الفلس اسلم قامت الصلاه عندنا كان بث جميل يعطيك العافيه بيض وجهك نستودعك الله يا بهاج ونلتقي في بث ثاني باذن الله جيبانك الله يستر عليك ازهل ازهل وفقك الله يا حبيبي مستحيل يا رافع عنا 4 ريال مستحيل يعني لا بس يعني ولا انا ما عرفت لها هم مكتوب لها 118 450 والله بالغالي بهاج الله يرحم والديك يا هنا
ورقاط عن البث. والله انا اخوك ماما ماني ب ماني بوله قاطع بس شفت شيرين وسامة؟ لا والله ما شفتهم انا اخوك. شوف في تويتر تكلمون عنهم بس ما شفتهم. من هي شيرين اصلا ومن هو اسامه؟ انا ما عرفتهم الا مصورين عند بحر. يعني ثوبة تزوجوا حقين في الوقت سرق تزوج بعيد انت عن الاضواء. والله يا زلمه ما ادري عنهم ولا اعرفهم، ما عرفتهم الا يوم شفت تويتر حاطين لهم صوره، ولا حتى انا شفتهم كذا. متى ترجع تبث زي قبل؟ يا الله قبل كنت ابث يوميا، ايه كنت يا الله الله يرضى عليك ايام الجوع يا لبيك يا نا الله لا يجيب الجوع لا لنا ولا لك. لا والله انا اخوي شب لا لا البثوث يبي لها نفس يبي لها هواء. متى توفرون تيشيرتات؟ حاليا ما عندنا توفير تيشيرتات، عندنا هوديات. عندنا عبود، عبود راكد بن جدران. ماستر هلا والله. ها هلا والله لازم تكون مقدم غاب ابلش ابو عبد الله ما لقى لي فقره يحطني فيها يا ربي يا ناصر الغامدي يا ربي يا صدق يا ناصر اشهد لله اني عبد الرجال ذاكره يجي الصدق يا اخوان انا الصدق يعني اللي معي غبيه انا احب ناصر أحب لحالك أكيد أنا بحب الحال يعني أنا حر في محبتي يا زين ضحكت يا عيال يوم
شفت مقطع ابو عبد الله والله ضحكت، يقول في يوم من الايام في سنه من السنوات ادور فقره ابتلش نحط له فقره. حطني في المطبخ، حطني في اي شيء. حلو والله يعني ضحكت والله منها. وانا احب والله ناصر على المستوى الشخصي، احب ناصر والله. بدي الرجل ما سبني، رجل ما حصلت له فقره. وهو صادق، ما حصل لي فقره. وش من هو المدير، انا ولا هو؟ هو المدير. انت عايد اي فقره؟ نعم انا عايد اي فقره. اعطيني دراهم، اعطيني دراهم. مطبخ ظهر، في الليل، في المغرب، في العشاء، ساعه ساعتين، اعطيني دراهم. تعطيني دراهم انا اجيك، اجيك بكره. ما انت معطيني دراهم واقعد عندك، واقعد انا عندي. ما عندي انا خاف، هو ما يصح الا الصحيح. متاكد الظهر؟ نعم نعم، ظهر، عصر، مغرب. الفقره تعجب الجمهور، ما تعجبه، تعجب ناصر، ما تعجبه. في تاريخ 27، في تاريخ 27 نزل لي دراهم، حولي على الصراف، انا اجيك. ما عندي انا خلاف. اذا حارس امن، حارس امن، وش ما في مشكله. تناسبني يعني دوامها. والله كذوب، لا بالله ماني بكذوب، انا صاد. عطنا يا رجل، عطنا زلط. ما نكره الدراهم، حد يكره الدراهم؟ بكره بقعد ما عاد احد يبيني. ذا الحين العرب يبوني، عطني. حدك حد فيها مجال تعطيني؟ عطني يا رجل. ولا اجي انا اجي عشان اسود عيونك اجي؟ انا ماني جاي اسود عيونك. اجي اسود عيونك تكرم بها مره، اما اجيك في الشهر 4 مرات رايح جاي بدون دراهم؟ لا بالله. حاطنا يا رجال. يا لبيه، يجعل الله يسكى يا نعم، يجعل الله يسكى. سنة من السنين يا حليلك ابو محمد. اشهد لله الادمي ما يستريح حتى يعيش بواقعيه. لا رضيت بواقعيتك صح، كل عنك راضي. سنت من السنين دقوا علي ربع، سلام كيف الحال طيبين؟ قلت مرحبا ومسها. قال باجلكم بي، قلت باجلكم بي والله، والله اني جالس في حوش الريجل حقنا، اقول مغرب. باجلكم بي، قلت نعم باجلكم بي. ايش حالك طيب؟ قلت بخير. قال لي ولد عندنا برنامج وكذا ونبيك معنا فيه. انا ماني شتان، قلت ما هنا خلاف، كم بتعطوني؟ اي والله. قال وش نعطيك؟ قلت تعطوني دراهم. قال وش تعطوني؟ قال لا احنا ما نب ذا الحين، ما انت رجل يعني جاي من ذا المجال وكذا ولازم توقف معه. ولا كنت اوقف مع من؟ قال مع البرنامج ذا. قلت هاي برنامج يا ابو فلان، جاي ربي يخليكني، امي بوي شيخ قبيلتنا العواجي ولا ابن عطيان زامن علي ولا من. قال له رد جميل. قلت يا رد الجميل خلي في بطنك، ما في جميل ولا في شيء. تعطيني دراهم جيتك، ما انت ما تعطيني دراهم الله يستر عليك. قال له الرجال كلهم هنيه جو،
قلت اخوي كله بصره يا اخوي، انا ماني جايك الا بدراهم، حاطني دراهم بجيك، ما انت معطيني دراهم انا ماني جايك، الله يستر عليك، مع السلامه. واقفل واقعد اسبوع. اليوم جاني النابي، سلام، اشهد الله انه رجال الصدق ينقل، الرجال ابن اذكره والله انه ونعم، ولد الحسين، ولد الشايب صالح، والله انه نعم الولد، اقولها في وجهه واقولها في قفاه، شحاذ يعني، لا يا منار انا ماني بشحاذ، بس هذا حقي عطنية جسمي انا عطنية، برجع لك انت اللي تقول شحاذ انا بعود لك. هذا صالح والله وسبعين نعم، دق علي ابو محمد كيف الحال طيبين الله يعافيك، عندنا برنامج يا ابو محمد وبالمبلغ الفلاني وبالقيمه الفلانيه وبالفقره الفلانيه. قلت والله انك كفو بذمتي، جعل ربي يوفقك وبيض وجهك، انت يا صالح ورجال، والله رجال ولا يشق له غبار، نعود اللي يقول انت شحاذ، تعال أنت تسمعني ما جود، أنت تسمعني؟ لا ما يقصدك، ما يقصدك، نعم إلا أنا يقول نعم، اسمع اسمع خيب الله أبوك، اسمع ما يا رب هو يقصدني ولا ايه احس به ميتي خصيل. لا يا اخوي يا اخوي فيك من صلى على محمد يا اخوي، عط المسلمين يا اخوي، انا لاني مخلي عجوزي وراي وحلالنا وربوعي وديرتي، يوم اجيك انا وش اجيك له؟ فيه غيري تسفايل لي، فيه اللي بيجيك، فيه من يبحث ورا السوشيال ميديا ويبي الشاشة ويبي الإعلام، ولا فيها شيء. مثلا أنا رجال في بدايتي في السوشيال ميديا أول ما ظهرت، لو قالوا عطنا 20,000 وندخلك البرنامج بتسلفها، ما أدري أنا أعطيهم ولا ما أعطيهم، والله بعطيهم وأنا بشتهر، والله بعطيكم بتسلبها وبعطيهم عشان ادخل يا اخوي، ودنا بالعويشه ليه؟ لاني بيظهر انا، بس الحين انا ظهرت يمكن تفشل. انا ابو السلاح في الشخص اللي يروح هذا، الحين في شخص ظهر في الشاشة مجانا ما أخذ دراهم، ترى ما فيها شيء، بكره بتقلع أنت، بكره بتقلع بتجين حياتك بيتنادونك ويعطونك دراهم وكذا، ويلا ويلا ويلا، طبيعية. وش يضمن لك المادة اللي بتقدمها يا من قبولك صفر؟ مين مسأل؟ أنا ما أتحدث عن القبول، أنا أتحدث عن التقديم، يعني يمكن كرجل كاميرا، أنت رجل في 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 الكاميرا مرتب ومتحدث ولبق وتعرف تتفاهم مع الكاميرا والبريبيز في ذنك، يعني الكاميرا يسار تلف يسار، الإعداد معك أنت شغال مع، يعني أنت رجل مهني، رجل كاميرا، أنت رجل كاميرا بترغب القنوات البرامج،
جوالي ما يبيض فيه يا جماعة. جوالي 3%. جوالي 3%. يا صل. يا جماعة ضلوعي لبسوها صفايا. اسمعوا وانا بطفي البث. شفتوا بخلي جوالي يشحن نص ساعة انهو فيها بعود عليكم. مظبوط. لازم اطفي اخلي الجوال كذا واتحدث معكم. لا 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 هقعدوا هنيه لين اجيكم. هقعدوا هنيه تامكم كذا هقعدوا بجيكم.